السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي تحية لي لكل متابعيني في كل مكان من جوه مصر ومن بره مصر. فعندي كلمتين كده النهاردة أنا عاتبة بيهم على الأخت زاهية أو مدام زاهية وحلمية. ربنا يصلح الأول ما بينهم يا رب ويألف ما بين قلوبهم. طبعا هو النهاردة حديث اليوتيوب كله عن الأخت زاهية وعن الأخت حلمية. طبعا يا مدام زاهية انت ما كانش ينفع اصلا خالص تعملي البث ده، البث اللي انت عملتيه قلبت به الدنيا على اختك، ما كانش ينفع. الاول سبحان الله وما تقلبش على اختك، هو تقلب ضدك على الكلام اللي انت قلتيه على اختك وحزبنت عليها وهنتيها ما في الكفاية. كان ليه كده اصلا يا اختي زاهية تطلعي تتكلمي على اختك بالاسلوب ده وبالطريقة دي؟ سبحان الله الاخوات البنات دولت نعمه من عند ربنا. اما يبالك اختي بنتي وانت اختي، ما كانش ينفع خالص يا مدام زاهية ان انت تتكلمي على اختك بالطريقه دي وبالاسلوب ده على الملأ وعلى الدنيا كلها. كان المفروض ان انت تقفي جنبها يوم ما خدت الدرع، وتقفي جنبها وتقفي معاها في الحفله وتشجعيها وتحييها على اللي ربنا كرمها واداها الدرع، وان انت تسانديها مش ان انت تطلعي تتكلمي عليها بالاسلوب ده على الملأ وتهينيها وتهيني كرامتها. مهما كان يا اختي زاهية كل بيت فيه اسرار وكل بيت فيه مشاكل، بس كانش ينفع اصلا كده على الملأ. ليه كده؟ ليه كده عملت في اختك كل الكلام ده وقلت على اختك كل الكلام ده؟ ليه يا مدام زاهية؟ كانش ينفع اصلا خلاص يا مدام زاهية انت تتكلمي عليها بالاسلوب ده. كل بيت فيه مشاكل وكل بيت عنده مشاكل، بس المهم المشاكل دي بتبقى بيننا وبين بعض كده مع بعض، مش على الملأ كده ان الناس كلها تسمعها، الناس كلها تطلع تعلق عليك وعلى اسلوبك وعلى كلامك وعلى الفاظك. ليه تهيني المتابعين يا مدام زاهية؟ ليه كنت تهيني المتابعين وليه تقول عليهم ما نسوش فردة شبشب؟ مش عارفه ان المتابعين دولت هم اللي عملوكي، المتابعين دولت هم اللي خلوا عندك مشاهدات وخلوا عندك قناه كبيره وبدل القناه قناه واتنين. ليه كده اصلا اسلوبك ده ومعاملتك مع الناس كده؟ ليه خافت المشتركين؟ عشان المشتركين ابتدوا ينزلوا من عندك ويقلوا من عندك، وابتدوا المتابعين ما حدش يشاهد لك عشان خاطر كلامك. ما وقفتش جنب اختك خلاص اصلا يا مدام زاهية، انت ما وقفتش جنب حلمية. حلمية ست بسيطة وعايشة على الفطرة سبحان الله، فعشان كده ربنا بحبب فيها خلقه، الناس كلها وقفوا جنبها والناس كلها معاها. انت عملت البث من هنا وطلعتي انت بس كله 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 مع مدام حلمية، كله وقف جنبها حد السبب. ولما خليته اخت امك كمان تقف ضده، حرام عليك اصلا، حرام عليك تكسري اختك بالشكل ده وبنت اختك اللي طلعت اتكلمت عليه ده. الخاله ام، الخاله والدي، على ما نعرف ان الخاله هي اللي ام، مش طلعت تتكلمي على بنت اختك بالطريقه دي وتقولي رمي ابنها في الملجا. ليه كده يا مدام زاهية؟ حرام عليك ان انت عملتي فيهم. انا مش بحتب عليك، انا بنقول لك كلمتين، انا محتبرك ان انت زي اختي، المفروض ان احنا نفوقك من اللي انت فيه، نفوقك من اللي انت فيه واسلوبك وكلامك. خليت المتابعين كلها ما حدش عاد بيخش لك، الناس كرهوا كلامك وكرهوا القول بتاعك وكلامك وفعلك، تشتمي المتابعين وتحاسبين عليهم وتحاسبين على اختك. طب انت واختك انتوا حرين، انتوا مشاكلكم مع بعض انتوا حرين، ليه المتابعين؟ المتابعين دولت هم اللي عملوك يا مدام زاهية. انت كنت في يوم من الايام قناه صغيره، ما كنت انت ما طلعتش في يوم وليله كده لقيتي نفسك عندك قناه كبيره او قناتين، ويوم يوم قناتك كمان من سرقت منك. مين واقف جنبك؟ حلميه هي اللي وقفت جنبك، وهي اللي طلعت وبقت تتكلم وكانت زعلانه وكانت بتحتب على القنوات الكبيره اللي ما وقفوش جنبك، وعلى حمد وعلى وفاء ان هم ما وقفوش جنبك ولا جابوا لك قناتك. كانت بتحتب على قنوات كتير وكانت بتطلع على طول تتكلم، لكن انت ما قدرتش الجميل بتاع اختك. ليه عمايلك فيها كده؟ ليه؟ سبحان الله اللي بيقول كلمة وحشة بترجع له تاني وبترد له تاني، عشان هي ست حلمية، ست بسيطة وست مكافحة وعايشة على الفطرة. الناس كلها وقفت جنبها وتعبتيها وخلتها قفلت القناة وتعبانة. ليه تقولي على اختي ما وقفتش جنبي وتقولي حلمية ما وقفتش جنبي وانا تعبت ما دخلتش عليا ولا عملت لي ولا غسلت لي؟ ليه كده تطلعي مشاكلكم ودي كلها على الملأ؟ الدنيا كلها انت ما شتمتش حلمية لوحدها، انت شتمت المصريين كله، كل المصريين انت شتمتيهم. ليه كده بتعملي في اختك كده وفي بنت اختك كده وفي ابن اختك كده؟
ايه يعني لما وقفتي جنب اختك عادي لو خليت لها حتى قناه او شهرتيها وهي اللي شهرتك، انتوا في الاول وفي الاخر اخوات، ما تستحملوش في بعض حاجه. كان لازم ان انا اطلع واقول لك الكلمتين دولت يا مدام زاهي. انا ما بحبش اعلق على اي حاجه، بس المفروض ان احنا ننصحك. انت كده بتقفلي قناتك بايدك، انت فعلا بتقفلي القناه كده بايدك يا مدام زاهي، عشان اسلوبك وعشان كلامك. حلميه دي ست كويسه وست محترمه، وانت حد كويس وست برضو محترمه وكويس، ما حدش بيقول حاجه في حقك. بس ليه انت اللي خليت الناس عشان اسلوبك معاهم وشتمتك المتابعين؟ وان احنا نقول ان ربنا، بس احنا ندعو لكم ان ربنا يهديكم ويصلح ما بينكم ويالف ما بين قلوبكم، ولا حول ولا قوه الا بالله. محدش يعرف خصوصيات التاني، محدش يعرف انت بينك وبينها ايه، بس انتوا اللي طلعتوا اتكلمتوا على الملأ. خليت القنوات كلها يا مدام زاهي تتكلم عليك، خليت القنوات كلها تطلع تتكلم عليك، عشان انتوا اللي فضحتوا بعض على الملأ. وطبعا الفضيحه ما كانتش لكم لوحدكم، فضيحه للمصريين كلها على الملأ. ليه كده يا مدام زاهي بتعملي في اختك وفي عيال اخواتك وليه كده؟ ليه الكلام والاسلوب بتاعك ده المستفز؟ ليه اسلوبك المستفز ده يا مدام زاهي؟ حلميه رغم ان انت هنتيها ورغم ان انت شتمتيها، طلعت عملت فيديو بس ما حسبنتش عليك ولا دعت عليك وقالت ربنا يجيب لي حق. لكن هي ما طلعتش عملت زيك وشتمتك وهانتك كده زي انت ما بيدلتيها، ما بيدلتيها على الدنيا كلها. تقولي على الناس ازاي انت فردت شبشب؟ العالم دي مش فردة شبشب، والمتابعين دول مش فردة شبشب. انت كنت واحدة زينا بالظبط كده يا مدام زاهي، هما اللي خلوك، المتابعين دول هما اللي عملوك. وانت بتقولي كده دلوقتي على بنت اختك ان هي احنا كويس ان احنا خليناها راحت شافت ابنها. عيب عليك يا مدام زاهي، عيب عليك الكلام اللي قلتيه على بنت اختك ده وعلى اختك، عيب عليك. اللي ليه ده؟ انا سبحان الله، ده القطه بتلف ببولات سابع مكان. لكن ازاي ان هي هترمي ضناها؟ هترمي ضناها ازاي؟ حرام عليكي كده اللي انت بتقوليه عليها، عيب عيب على لما تقولي على بنت اختك كده. انت خالتها يعني، انت والدتها في مكانه والدتها بالظبط. عيب لما تطلعي الاسرار دي كلها بره، وعيب لما تتكلمي على بنت اختك بالطريقه وبالاسلوب الوحش ده قدام الملا وقدام الدنيا كلها. وامك يعني سبحان الله، المفروض الام ديت لا هي اللي تلم شمل ليهم، وهي اللي تحاجي عليكم، وهي اللي كانت قعدتكم مع بعض وخلتكم صفيتوا وخلتكم اتصالحتوا مع بعض. ما كانتش المفروض ان هي تطلع تتحايد لوحده وتتكلم على واحده وتسيب واحده تطلع كده تشتم على حلميه. حرام عليك اللي انت خليته امك، او غصبت عليها ان انت امك تطلع تتكلم الكلام ده. حرام عليك بجد كده انت يا مدام زاهية، انت كده انت ست كده تخلي الناس كلها تقول ان انت ما انتش كويسه. ليه تخلوا امك تطلع بالاسلوب ده تتكلم على اختك وتشتم عليها وتشتم على بنت اختها، بنت بنتها، تشتم عليها بالاسلوب ده، تقول رمت ابنها؟ ليه كده؟ ليه الكلام ده كله كده على الملأ؟ حرام عليكم، حرام عليكم اللي عملتوه في نفسكم ده. سبحان الله، سبحان الله يا مدام زاهية، ما ينفع، ما كانش ينفع اصلا انت قلتي ده كله. تخلي مشاكلكم كده، عيب عيب لما تخلي المشاكل كلها على الملأ. واحنا قلنا